لنقاش ملف العقوبات الأمريكية على إيران ينضم إلينا من مدينة صيدا اللبنانية الأستاذ حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. أهلا بكم سيدي. أهلا. وفقا لوزير النفط الإيراني فإن الأوضاع الاقتصادية في طهران أصعب من الأوضاع إبان الحرب مع العراق. انطلاقا من ذلك، هل بات الوضع الاقتصادي اليوم يهدد بشكل جدي وجود النظام الإيراني؟ لا شك أن العقوبات الأمريكية بدأت تترك أثرا سلبيا بالغا على الوضع الإيراني الداخلي. فإيران عاجزة اليوم عن تمويل قدراتها العسكرية لدرجة أن النظام بأمر من الخامنئي قام بسحب مليار ونصف مليار دولار من صندوق التنمية لتعزيز القطاع الدفاعي، بعد أن كان أعلن سابقا أنه سيقوم بتخفيض ميزانيته الدفاعية. سحب هذه الأموال المخصصة للتنمية لتخصيصها للدفاع معناها أن النظام يعاني من أزمة مالية حقيقية. هذا على مستوى الدفاع. أما على مستوى الوضع الاقتصادي الداخلي فالتقرير الذي سبقا أشرتم إليه قبل قليل يفيد بأن الواقع الاقتصادي سيء جدا، وهذه العقوبات تترك أثر على الشعب الإيراني وعلى معيشته، على قدرته على مواجهة أعباء الحياة، وبالتالي ينعكس سلبا على علاقة المواطن بالنظام الحاكم، ومما يترك أثرا سلبيا قد يؤدي إلى مظاهرات، قد يؤدي إلى انتفاضات، وقد يؤدي إلى المطالبة الفعلية بتغيير هذا الواقع سواء بمظاهرات سلمية، وقد يصل إلى مصادمات بين القوى الأمنية وبين المواطنين الإيرانيين الذين يطالبون بحقهم في أن يحظوا بحياة كريمة ولائقة، وأن تبتعد الحكومة الإيرانية والنظام الإيراني عن دعم وتمويل القوى المسلحة خارج إيران وعن الانخراط في حروب خارج إيران على حساب مصلحة الشعب الإيراني وحياته ورفاهيته وتقدمه. هذا الواقع ينعكس سلبا لدرجة أن أحد النواب الإيرانيين يقول أن التضخم هو بين 70 و80% وليس 30 أو 40%، وأن الحكومة تخفي الأرقام الحقيقية حتى لا يكون هناك رد فعل سلبي على الساحة الإيرانية. بالحديث عن هذه التصريحات من المسؤولين الإيرانيين، تعددت اعترافات الكثير من المسؤولين بصعوبة الوضع في إيران من جهة، فيما تصر حكومة طهران من جهة أخرى على سياسة التحدي وتجاوز هذه العقوبات. كيف تفسر هذا التناقض داخل النظام نفسه؟ المسؤولين الذين يقومون بالاستنكار أو بإدانة أو بالإشارة إلى هذه المأساة التي تعيشها إيران إنما يحاولون التنصل من المسؤولية أو بتحميل آخرين أو بعض المسؤولين هذه المسؤولية ونفض أيديهم من هذه العواقب السيئة. أما عملية الصوت العالي ورفع الصوت دائما باتجاه تحدي الولايات المتحدة والتهديد بخوض حرب طاحنة ضدها، إنما هو يهدف إلى جمع شمل المواطن الإيراني والإشارة إلى أن هناك خطرا حقيقيا يتهدد إيران، وأن السيادة في خطر، وأن أمن إيران في خطر، وأن هناك مؤامرة كونية على هذا النظام وعلى الشعب الإيراني، وأن الالتفاف حول هذا النظام أصبح ضرورة لحماية الوجود الإيراني وليس النظام، وهذا غير صحيح. المشكلة الحقيقية التي يعاني منها الشعب الإيراني سببها السياسات الخارجية الإيرانية التي تستعدي العالم برمته. والآن هناك بالأمس أعلن عن تفاهم بين فرنسا وإيران بإعادة السفراء ووقف الأعمال العدائية الإيرانية داخل أوروبا. ومنذ أيام صدر تنبيه من بعض الخبراء الأوروبيين يحذر من خطر الممارسات الإيرانية في الدول الأوروبية والتي تستهدف المعارضين سواء بالاغتيال أو بالتهديد أو بالإرهاب. فلذلك هناك خطر حقيقي يمس الشعب الإيراني نتيجة السياسات الإيرانية الخارجية. في هذا الصدد وبالحديث عن السياسة الخارجية، كان هناك تصريح لنائب رئيس البرلمان الإيراني بأن سياسة نشر التشيع كما وصفها أضرت بالسياسة الخارجية الإيرانية. كيف تقرأ مثل هذا الاعتراف وما هي انعكاساته؟ في الحقيقة نشر سياسة التشيع كشفت مذهبية هذا النظام. في بداية الثورة الإيرانية عام 1979-80 كان الكلام عن وحدة إسلامية وعن أن قضية فلسطين هي قضية أولوية بالنسبة للشعب الإيراني والنظام الإيراني، وأن الالتحام مع الدول العربية والدول الإسلامية هو واجب وضرورة، وتم الحديث كثيرا عن وحدة إسلامية وضرورة تجاوز الخلاف السني الشيعي والآخرين. أما ما جرى في سوريا وما يجري في العراق واليمن كشف أن هناك حرب حقيقية تقوم بها الحكومة الإيرانية والنظام الإيراني ضد العرب وضد
الأمة الإسلامية ممثلة بها والجماعة، أن هناك حرب مذهبية تقوم على التشييع واستهداف كل العلماء من تهجير وقتل واستهداف بكافة الأشكال. فلذلك المشروع الإيراني انكشف على حقيقته وتبين أن كان يقال في البداية عن وحدة إسلامية إنما هو عبارة عن غطاء لمشروع أكبر يستهدف الاستقرار في هذه المنطقة والتهجير وعملية التطهير العرقي والدين الذي شاهدناه في سوريا والعراق، يكشف كافة هذه الجوانب البشعة التي يمارسها هذا النظام ضد الشعب العربي وضد المسلمين بشكل عام في المنطقة العربية. شكرا جزيلا لكم مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة صيدا اللبنانية.